ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة عملت الفيديو ده علشان الناس اللي طلبت مني طريقة عمل الباترون بالتفصيل وبالمقاسات بتاعت خروف العيد، وفي ناس برضو طلبت طريقة عمل خروف العيد وهم ما يعرفوش ان انا كنت عاملاه السنة اللي فاتت. هو ده اللي انا كنت عاملاه معاكم السنة اللي فاتت، ويعني يعتبر دي اقرب طريقة لعمل الخروف اللي هو اللي بيتباع بره. يعني انا اخدت الخروف ده اللي هو بيتباع بره وبصيت عليه كويس، وحاولت ان انا يعني اشوف الطريقة بتاعت الباترون هتكون ازاي، وعملت زيها السنة اللي فاتت. طبعا ده من السنة اللي فاتت، ولادي كانوا بيلعبوا بيه وبهدلوه شوية عن الاول، بس يعني مستحمل وكده. فانا هحاول بقى ان انا اعمل معاكم دلوقتي، اوريكم الباترون بتاعه بالمقاسات وبالتفصيل، اشرح كده واحدة واحدة، وبعد كده بقى يعني هسيب لكم الفيديو اللي انا كنت عاملة فيه الخروف تتفرجوا عليه. طبعا انا برضو هحاول ان انا اتلاشى معاكم الاخطاء اللي انا وقعت فيها وانا بعمل الخروف ده. يعني مثلا بالنسبة للرجول، الجزء ده يعني بعد ما عملته اكتشفت ان هو طويل شوية، كان عايز يبقى اقصر من كده اللي هو الفرو ده، فطبعا عايز يكون مقاسه اصغر من كده. فانا هحاول بقى ان انا اقول لكم في الباترون المقاس الاصغر، بحيث ان هو لما يقف كده ما يعني يكون واقف وثابت. لما يكون الرجلين طويلة قوي ساعات ممكن تزحلق شوية، هو طبعا بيقف عادي، بس الرجول لما بتبقى طويلة كده بتبقى رزلة شوية. فدي هتبقى حاجة هنشرحها في الفيديو. وبرضو انا عايزة اقول حاجة عن موضوع الباترون، والناس اللي بتقولي ان انا مش بعمل يعني ما بعمل حاجة زي كده ليها باترون، مش بعملها بمقاسات. ليه؟ لان انا اصلا انا بعمل الحاجة دي من غير مقاسات. يعني انا اصلا برسم الباترون، بتخيل الحاجة قدامي وبعمل الباترون بتاعها، برسمها وبعمل مقاساتها كده يعني عشوائي. فانا مش متخصصة في الحاجات دي، ويعني انا مش بعمل عرايس مثلا، كل شغلي عرايس او كل شغلي حاجات من دي، فانا معرفش ان الحاجات دي بتكون بمقاسات. بس طالما انتوا عايزين مقاسات، عشان الناس اللي بتبقى مش عارفة وعايزة مقاسات، فانا هعمل لكم بعد كده الحاجة، حاول ان انا اعملها لكم بمقاسات. وبعد ما اوريكم الباترون برضو هنزله لكم على الصفحة الشخصية بتاعتي وعلى البيج بتاعتي على الفيسبوك بالمقاسات بتاعته برضو، عشان اللي حابب ان هو يجيب الباترون ويشتغل عليه. اول حاجة معانا بالنسبة للباترون طبعا الجسم. هنا ده الجسم بتاع الخروف اللي هو يعتبر من هنا، ده هيبقى الجزء ده، هيكون الجزء ده كده اللي هو مفيش الراس دي كده من غير الراس، ولا الجزء اللي هو اللي تحت الفرو ده يدوب اللي هي الجزئية دي كده. طبعا احنا هنعمل منها اتنين، والقماش طبعا اللي احنا هنستخدمه فيه ده مهير، بس نقدر نستخدم الفرو العادي، بس الارخص والاوفر المهير. انا كنت جايباه ب12.5 السنة اللي فاتت، معرفش بقى هو من درب البرابرة، معرفش بقى يعني السنة دي غلي شوية، ممكن تلاقوه على 13 او 14 جنيه. وهنا زي ما انا قلت لكم ادي الباترون بالمقاسات بتاعته. طبعا هو الجزء كله طوله 23.5، بس احنا طبعا من هنا واخدين زي تدويرة وعاملين هنا يعني داخلين كده هنا 15 سنتي، وهنا الارتفاع بتاع الرقبة 1.5 سنتي، وعرض الرقبة 6.5 سنتي. هنا الجزء ده 14.5 سنتي، هنا دي 9.5، مرتفعين 9.5 سنتي وجايين زي بايه تدويرة كده، وهي اصلا 12.5 سنتي. وهنا العرض بتاع الرجول 4.5 من هنا كده، 4.5 طبعا، ومن هنا 4.5، من هنا بقى 1.5، ومن هنا 1.5 الارتفاع. والجزئية دي كده بعد ما نطلع 1.5 من هنا و1.5 من هنا، الجزئية دي 15.5 سنتي. اتمنى ان انا ايه يعني الشرح بتاعي اهو والباترون اهو، كونوا فهمتوا مني اللي انا اقصده.
بالنسبة بقى للجزء ده، الجزئية دي اهي اللي هي هتكون هنا، طبعا ده كله بيبقى منفصل، هنعملها من فرو لون تاني، يعني الفرو هيكون لون تاني باللون اللي احنا عايزينه. 4.5 سنتي العرض، زي طبعا العرض بتاع الرجول هناك، وارتفاع 1.5 كفاية قوي. طبعا بنعمل هيبقى هنا وهنا، وكل واحدة طبعا هتكون عايزة 4، يعني هنعمل 8 من الشكل ده كده اللي هو بتاع الرجول من تحت. دلوقتي احنا بعد ما عملنا الجزء ده، احنا لسه ما وصلناش للراس، عملنا الجزء ده كده بالرجول بتاعته، البطرون بتاعه، عايزين الجزء ده، لان احنا مش هينفع ان احنا نعمل الجزئين دول ونخيطهم في بعض كده، مش هيبقى فيه رجول، هتبقى رجل واحدة، فاحنا لازم نعمل الفاصل اللي هنا الجزء ده. هنعمله ازاي هوريكم دلوقتي. اول حاجة هنجيبها هي ورقة، وبعد كده هنجيب الجزء ده اللي هو الجزء بتاع البطرون الاولاني ده، هنحطه بالشكل ده كده. هنيجي للجزء ده، شايفين الجزء ده اللي هو فيه الرجلين، وهنجيب قلم، هنيجي كده يعني تقريبا كده عند النص بتاع اللي هو البطرون ده، وهنمشي على الجزء ده كده اللي انا بخطط عليه بالقلم كده. طبعا انا بعمل بايدي، بعد كده هنظبط. كده طبعا انا ما عنديش بس ورق تاني ابيض، فعملته على جورنال. احنا عملنا كده، وصلنا بقى لكده، هنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نتني الجزء ده كده، نتني نصين. بعد كده بقى نجيب المقص وهنقص كده، بحس ان هو هيديني الجزئية دي اللي انا قلت لكم عليها بالمقاس المظبوط اللي احنا عاوزينه. اللي هي هتبقى بالشكل ده زي ما انا قلت لكم، اللي هي هنعملها هنا كده هتكون هنا. يبقى الجزء ده ملوش مقاسات، هو المقاس بتاعه بالطريقة اللي هي اللي احنا بنطلعها بالبطرون ده. هنا هنيجي للراس، الراس اهي اللي هي الجزء ده اللي هو الجزء الفوقاني للراس. طبعا احنا هنعمل منها اتنين، انا عملت لكم هنا في مستطيل عشان يبقى سهل عليكم. هنا المستطيل ده 10.5 سنتي، من هنا الاول 10.5 سنتي في 9.5. هنا احنا هنطلع حوالي 5.5 سنتي، وبناخد تدويرة ونيجي عند النص بالظبط، ونرجع نكمل التدويرة التانية، ننزل هنا كده حوالي 8 سنتي زي دخلة كده انحناء، وهنا دي عرضها 6.5 سنتي. هي طبعا بتكون بمقاس البطرون الاتنين، يعني الجزئين دول بيبقوا مقاساتهم مع بعضهم. طبعا هنا احنا هنعمل اتنين منها، هنا واحدة وهنا واحدة، لما هنخيطها في بعضها من هنا الاتنين اللي هما نفس الشكل ده كده، هنيجي هنا في الجزء ده هتلاحظوا ان انا عاملة وصلة، يعني انا جيت لحد النص هنا بالظبط ورحت مخيطة، بخيط كله ببعضه الاتنين ببعضهم، وبسيب دي مفتوحة، الحتة دي مفتوحة، وبعمل الشكل المثلث ده، قماش بالشكل المثلث ده 5 سنتي، بنقسم ال5 سنتي ل2.5 طبعا، وبنرتفع 6.5، وبناخده زي مثلث، بنقص المثلث ده وبنروح حاطينه، بنحط المثلث ده هنا كده، ونبدأ بقى نخيط الجنب ده والجنب اللي هيكون الناحية التانية في بعض، بحيث ان هو يديني الوصلة دي، يعني يديني بقى العرض، لان احنا لو خيطنا الجزء ده في بعضه كده هتبقى دي يعني مش مدياني العرض ده. فاتمنى ان يعني الفكرة دي تكون وصلت لكم. هنيجي للجزء ده،
الجزء ده عشان نعمله. احنا عملنا خلاص الراس، هنيجي للمستطيل ده، مستطيل 9.5 × 7.5، هنا دي 5 سنتي، احنا وسطنا هنا كده وبندخل 6 سنتي من هنا و6 سنتي من هنا، وبعدين بنيجي طبعا بالنص كده بناخد الانحناء ده بحيث ان هو يديني الشكل ده، الشكل ده كده. هخيطه بقى في الراس، بعمل 2 برضو منه، من الناحية دي ومن الناحية دي، وبخيطهم في الراس بالشكل ده. طبعا بعد كده بقى بركب له العينين. العينين دي كانت عينين بتاعت لعبة عندي كده قديمة، فاخدت العينين بتاعتها، ما عندناش، ممكن نستخدم لولي. وهنا طبعا البق، هو طبعا اتبهدل يعني، ولادي بيلعبوا بيه بقالهم سنة، ففي الفيديو بقى هيكون كل حاجة واضحة وانا بعمله بالتفصيل. وطبعا انا هنا حطيت له زي فيونكة كده بالستان الاحمر. هنيجي بقى للقرون، القرون بتاعته اهي، يعني شكل قرن كده، حاجة مدورة كده، نقدر بقى نرسمها زي يعني ايه على قد ما نقدر، نحاول ان احنا نوصل للشكل ده. هنعمل طبعا 4 لان كل ناحية هتعوز 2، فاتنين من هنا واتنين من الناحية التانية. وبعد كده في بقى اللي هي الأذن، الودان برضو كل واحدة 2، 2 هنا واتنين الناحية التانية. وزي ما قلت لكم ان القماش اللي هنستخدمه هيكون قماش اللي هو المهير، ومن هنا نستخدم قماش بقى خامة تانية زي ما احنا عايزين، بقى عندنا فرو ناعم زي كده نقدر نستخدمه، طبعا هيكون لون تاني، او ممكن نستخدم جوخ او اي قماش تاني، المهم ان هو يكون مختلف عن القماش اللي احنا نستخدمه للجسم. وفي حاجة طبعا تانية برضو ان احنا لازم نقولها، ان بالنسبة للبطرون وكده لما بنيجي ناخده على القماش طبعا احنا بناخد البطرون على القماش، فبنزود حوالي 1 سنتي كده زيادة عن البطرون، بنطلع كده 1 سنتي من كل جنب علشان لما نيجي نخيط نعمل حساب الخياطة بتاعت الجسم بتاع الخروف. هجيب لكم بقى الفيديو دلوقتي تتفرجوا عليه، وهتلاقوني شرحة فيه بقى وانا بطبق اللي انا قلت لكم عليه ده، بطبقه لكم عملي، وانا بعمل بقى القماش وبخيط الخروف و بحشي بالفايبر وكده. طبعا زي ما قلت لكم ان انا كنت عامله الفيديو ده من السنه اللي فاتت، وفي ناس ما فهمتش قوي الموضوع البطرون، فعشان كده انا عملت بقى السنه دي الشرح بتاع البطرون بالتفصيل، وحاولت ان انا ابسطه لكم. لو في برضو حاجه مش يعني مش واضحه ليكم اكتبوا لي في التعليقات. وزي ما قلت لكم ان انا هحط لكم البطرون ده على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك، هي اسمها نيرو بدر، وبرده ليا صفحه شخصيه على الفيسبوك اسمها برده باسم قناتي افكار حلوه مع نرمين، وفي بيدج بنفس الاسم برده افكار حلوه مع نرمين. هسيبه لكم على الثلاث حاجات دول على الفيسبوك عشان اللي عاوز يجيبه بالمقاسات بتاعته. ويلا بينا بقى على الفيديو يعني، واتمنى بقى ان انتوا بعد ما تخلصوا الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير، واكتبوا لي كده تعليق حلو زيكم عشان يشجعني ان انا يعني استمر في القناه. ولو في اي طلب او اي حاجه عايزينها اكتبوا لي برده في التعليقات، ويلا بينا على الفيديو. بعد كده بقى هنجيب المهير. المهير ده انا اشتريته المتر ب12.5. هنعمل بقى قطعتين من الجسم، قطعتين من الراس، وقطعة واحدة من الجزء اللي هو ده اللي تحت ده لبقية الرجلين من تحت، والرجول ديت هنعملها من الفرو الناعم ده، هنعمل منهم 8. طبعا الفرو ده انا هنا هجيب الجسم وهبدأ ان انا اخيط له الفرو، وانا حطيت كمان قطعتين من المهير علشان تدي كثافة للجسم بتاعي بتاع الخروف عشان المهير كان خفيف شوية.
فانا طبعا خيطت بقى الرجول اللي هي اللي تحت من الفرو الناعم اللي هي لونها بيج دي، وهجيب بقى الجزء التحتاني ده احطه هنا بالشكل ده كده، هحطه في الجسم الاولاني. طبعا انا عاملة 2 جسمين، هحطه في الجسم الاولاني، اطبق يعني اخلي الرجلين كده على مقاس بعض واحطه بالشكل ده كده واخيطه كده. خلصنا الجزء الاولاني، هنجيب بقى الجزء التاني ونحطه برضو بالشكل ده كده ونكمل خياطة، بحيث ان هي تعمل لي 4 رجول، لان انا لو خيطت الجسمين في بعض من غير القطعة دي كده مش هيبقى 4 رجول، هيبقى رجل واحدة ورجل واحدة بس. احنا علشان نبقى الخروف طبعا ب4 رجول فلازم نحط القطعة دي بالشكل ده كده. وزي ما قلتلكوا انا عاملة قطعتين، خليتهم مجوز عشان يديني كثافة كده للخروف. وبعد كده بقى هخيط الجزء ده كده، ياريت لو حد اول مرة يشوفني بقى اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. القناة بتاعتي عن اعمال الهاند ميد وعادة التدوير، هتلاقوا فيها حاجات ان شاء الله كتير هتعجبكم وهتستفادوا منها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. هنا بعد ما خيطت الجزء ده هاجي بقى هنا للجزء اللي من تحت اللي هي الرجول دي، عملت كده دواير، 4 دواير من اللون اللي هو الفرو البيج ده، وهحطها بقى في الرجلين من تحت. طبعا انا ما كنتش مخيطة الرجول للاخر، كنت سايبة الفتحة اللي من تحت، فهبدأ ان انا اخيطهم كده على شكل دايرة كده من تحت، بحيث ان هي تقفل لي الرجول. لو في بعد كده اي زيادة بقى من القماشة اقصها عادي، او ممكن اسيبها برضو كده كده هيتقلب يعني مفيش مشكلة، بس لو لقيناها مكلكعة شوية ممكن نقصها. والبطرون انا هسيب على المنتدى بتاعي في القناة، هسيب البطرون على المنتدى عشان اللي حابب ان هو مش عارف يعني مش هيعرف يعمل الجسم بتاع الخروف، فانا هسيب له البطرون بتاع الخروف. بعد كده بنقلبه بالشكل ده كده وهنبدأ نحشيه ونخيط الجزء اللي هو الباقي. بعد كده بقى هنيجي للراس بتاعت الخروف، برضو عاملها مجوز، عملت الراس كمان مجوز وهخيطهم على بعض بالشكل ده كده. سبت بقى لما جيت عند النص الراس سبت جزء وحطيت له قماشه كده بحيث ان هو يدي فاصل كده ويعرض لي الراس. وبعد كده هخيط الراس في الجسم بالشكل ده كده. طبعا انا حشيت الراس فايبر الاول وبعد كده اخيطها في الجسم. طبعا انا كنت عاملة يعني زي وش كده للخروف ما عجبنيش، فعملت واحد تاني بحيث ان هو يديني البوز بتاع الخروف ده، عملت البطرون وعملت 2 بالشكل ده كده وهخيطهم في بعض من المكان المدور ده كده، واقلبها بالشكل ده كده بعد ما خيطها، وحط لها حبة فايبر يعني مش كتير قوي للبوز بس. وانا طبعا شلت الوش الاولاني لانه ما كانش مديني البروز اللي هو البوز بتاع الخروف ده فشلته، عشان كده ما جبتلكوش الفيديو وانا بعمله. وخيطته بقى في الخروف. وبعد كده هنلزق العينين هنا بقى، دي القرون، عملت برضو 4، كل 2 هيتحطوا على بعض ويتخيطوا ويتحشوا فايبر. ودي الودان، عملت ناحية من يعني ناحية من المهير وناحية من الفرو البيج، وبقلبهم وما بحشيهمش بقى فايبر، لا بقلبهم بس
واخيطهم كده من الحرف بحيث ان هم يبقوا جايين كده ملمومين من تحت، وبعد كده اخيطه بقى في الخروف بالشكل ده كده سراجة عادية، يعني بنخيط بطريقة عادية جدا بحيث ان احنا نثبت الودن. من طبعا هنعمل الناحيتين الودنين، بالشكل ده كده. بعد ما عملت الودان هعمل بقى القرون، طبعا زي ما قلت لكم حشيتها الفايبر واخيطها برضو بنفس الطريقة اللي خيطت بيها الودان بالشكل ده. بعد كده بقى هنيجي لل يعني البق بقى بتاع والمناخير بتاع الخروف، بنحط كده الخيط الاسود بالشكل ده كده ونطلعه من تحت. بس انا للاسف بقيت الجزء وانا بعمله يعني اتمسح، فهو بس نفس الطريقة ان احنا بناخد كده كسرة بالخيط ونعمل الشكل اللي هو بتاع الخروف ده. بعد كده جبت الستان وحطيت بقى عند الرقبة كده ستان كأنه لابس شريطة كده، وعملت لها فيونكة من عند الرقبة بالشكل ده كده، وده الشكل النهائي للخروف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.